عندنا في العربي الكلام بيتجزأ لاسم وفعل وصفة وحال وضمير وحاجات تانية، وفي الإنجليش كمان نفس الكلام. وعشان تتعلم لغة من الصفر لازم تعرف أجزاء الكلام فيها كويس، عشان لما تحفظ كلمة تعرف هتستخدمها إمتى وهتستخدمها إزاي. هي دي أجزاء الكلام في الإنجليش وهم 9، هنشرحهم بالتفصيل بس هنقراهم الأول. وعلى فكرة اللي بين قوسين هو بيبقى الاختصار بتاع الكلمة. أول واحدة noun، 2 pronoun، 3 verb، 4 adverb، 5 adjective، 6 preposition، 7 conjunction، 8 interjection، 9 article. أول واحدة الناون وهي الاسم، سواء اسم إنسان زي أحمد، حيوان زي كات اللي هي قطة، نبات زي توميتو اللي هو طماطم، أو حتى جماد زي بوك كتاب. تاني حاجة وهي البروناون، pronoun، والبروناون هو الضمير زي العربي بالضبط، وهو ما يدل على اسم أو يحل محله، زي هي اللي هي هو، شي هي، ات هو أو هي الغير العاقل، هو من، وفي which وفي whose وحاجات زي كده كتير، بس انا جايبه لكم example بس عشان تعرفوا معناه. تالت حاجه هي الverb، verb يعني الفعل، ولازم تعرف ان الفعل هو ما يدل على حدوث شيء في وقت ما، زي play، play، play يعني يلعب، وده حدث بتعمله في وقت معين. تاني حاجه is اللي هي يعني يكون، have يعني يملك. رابع حاجة هو الادفيرب، وهو في لغتنا الحال، وهو كلمة تصف الفعل أو الصفة. تصف الفعل إزاي؟ أول جملة بتقول study well، study well يعني يذاكر جيدا، well هي الحال. تاني جملة run quickly، run quickly، quickly برضو هي الحال، ومعنى الجملة يعني يجري بسرعة. تالت جملة بنوصف الصفة، في أول جملتين بنوصف الفعل، لكن الأخيرة بنوصف الصفة extremely tall. tall هي الصفة، وأنا بوصف بقول إنه طويل جدا، extremely tall. وآخر جملتين الحال آخره ال y، وغالبا بيبقى الحال آخره ال y في معظم الكلمات. خامس حاجة هي الأدجكتيف، ومعناها الصفة أو النعت في اللغة العربية. وعشان نفرق بينها وبين الحال، الصفة دايما بتوصف الاسم، لكن الحال بيوصف الفعل أو الصفة زي ما قلنا في المثال اللي قبله. يعني الأمثلة بتقول quick boy، quick boy يعني ولد سريع. هنا أنا وصفت الولد إن هو سريع، مش وصفت الفعل بتاعه إن هو سريع. تاني مثال good student، good student يعني طالب جيد. أنا هنا وصفت الطالب، وخلي بالك دايما ان الصفة بتبقى قبل الموصوف، يعني قبل الاسم مش بعده. سادس حاجة هي حرف الجر، واسمها في الانجليش preposition، preposition. والهدف من حرف الجر انه يربط لنا الكلام ببعضه ويبين علاقة الاسم بباقي الجملة. وطبعا حروف الجر كتير جدا، بس هديكوا شوية منها عشان تعرفوها. اول واحد to، to معناه الى، by بواسطة، with مع، for من أجل أو لأجل، of و from معناهم من. of بتستخدم لكذا حاجة تانية بس المعنى المتداول يعني من. نيجي الأول مثال I will travel by plane، I will travel by plane يعني أنا سوف أسافر بواسطة الطائرة. تاني جملة أحمد goes to school، أحمد goes to school معناها أحمد يذهب إلى المدرسة، وتو يعني إلى. رقم 7 هو conjunction، conjunction وهو رابط العطف. رابط العطف بيبقى إيه الهدف منه؟ وهي كلمة بتصل بين كلمة وكلمة أو جملة وجملة، زي or يعني أو، و and يعني و. المثال بتاعنا I like banana and strawberry، I like banana and strawberry يعني أنا أحب الموز والفراولة. دي طبعا مش كل حروف العطف، اللي في تاني اكيد، بس الهدف من الفيديو ده تعرف الاجزاء كلها، لكن كل جزء هنتكلم عنه في فيديو لوحده. اما التعجب فهو الانترجكشن، انترجكشن، وكلماته واو وآلس، واو وآلس. آلس معناها واسفاه او للاسف. واو طبعا بنقولها لما بنشوف حاجة حلوة بنقول عليها واو حتى في العربي.
المثال اللي عندنا Alice she died, و Alice معناها يا للأسف, she died هي ماتت. نيجي بقى لآخر حاجة وهو الارتيكل يعني أداة, لازم قبل أي اسم noun أداة, وهما تلاتة a و an و the. a بتكون قبل الاسم النكرة اللي بيبدأ بحرف ساكن, والحروف الساكنة هي كل الحروف الإنجليش تقريبا ما عدا خمسة. an بتكون قبل الاسم النكرة برضو بس بيبدأ بحرف متحرك, والحروف المتحركة خمسة u و e و a و i و o. أما ذا فهي قلة تعريف, لو قلنا كلمة book هنحط لها a طبعا لأن بتبدأ بحرف البي والبي حرف ساكن, فهنحط لها a book بقى كتاب, لكن the book هيبقى الكتاب. كده أنا خلصت درس النهاردة, ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ياريت لايك وشير وسبسكرايب.